أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نعود مرة أخرى للأستاذ حسين السبعوي الكاتب والباحث العراقي معنا عبر الهاتف من إسطنبول للحديث عن الصراع بين شركاء العملية السياسية في بغداد من أجل استكمال مصطفى الكاظمي لحقائبه الوزارية وهذا الصراع على المناصب. أهلا بك من جديد أستاذ حسين. هل تعتقد أن الكاظمي سينجح في تمرير الأسماء المرشحة من قبله في ظل هذا الصراع العنيف على الحقائب الشاغرة؟ لا اعتقد بعد جدا أن الكاظمي سيمرر هذه الاسماء واي اسماء كانت، لانه المشكله ليست في السيد مصطفى الكاظمي، المشكله مع الكتل السياسيه المتصارعه وهي السبب العائق الرئيسي لاكمال الكابينه الوزاريه. لكن علينا ان ندرك ان الشعب العراقي اليوم ما عاد يهتم سواء اكتملت كابينة السيد الكاظمي ام لم تكتمل. لاحظ اليوم الشعب العراقي ولاحظ مواقع التواصل غير مهتمه باكمال الكابينه الوزاريه من عدمها. هناك جهتين فقط مهتمه باكمال الكابينه الوزاريه، الكتل السياسيه لمصالحها الحزبيه والقوى الخارجيه لاداره الملف العراقي الخارجي وخاصه في وزاره الخارجيه. والعراق كما ذكرت لك مقبل على تفاوض مع الولايات المتحده، وهنا سيكون خلافا ايرانيا امريكيا على تسميه وزاره الخارجيه من خلال حلفائهم داخل العراق. يعني نرى الأكراد متمسكون بوزارة الخارجية، هل تعتقد أن مصطفى الكاظمي سيرضي أو سيحاول أن يرضي جميع الأطراف الموجودة داخل العملية السياسية بإعطائها ما تسعى إليه؟ يعني على سبيل المثال أهل البصرة أو السياسيون في البصرة يريدون وزارة النفط، وكذلك الأكراد يريدون الخارجية. يا سيدي الوزارات ليست ملك المحافظات ولا يكون توزيعها جغرافيا كما يتصور البعض، الوزارات هي للكفاءات وهي للدولة العراقية وللشعب العراقي. اليوم لا يمكن أن يكون وزير النفط لابد أن يكون من البصرة لأن فيها آبار نفط، طيب كركوك فيها آبار نفط أكثر من البصرة، والموصل فيها آبار نفط، وبقية المحافظات فيها آبار نفط. طيب ماذا وزارة الخارجية أن تكون من الجهة الفلانية؟ هذا يعني المحاصصة الطائفية الحزبية أفقدت العراق كدولة لها هيبة داخل المنطقة، أفقدت العملية السياسية وفقدت شرعيتها، لأنه اليوم على حساب الكفاءة تكون الدولة العراقية الحكومة العراقية متشكلة ضمن محافظة حزبية وطائفية، كل هذا على حساب الكفاءات. اليوم على الكاظمي أن يسرق جميع الشعب العراقي في هذه الحكومة، لكن من شخصيات كفوءة تخدم الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه. هذا المنطقة الغريب أنه وعدهم بأن تكون وزارة النفط من أهل البصرة ووزارة الخارجية للأكراد، أعتقد هذا الصراع سيستمر ولن يستطيع أن يكمل كابينته الوزاري بهذه الطريقة، علما أنه عاجز أن يكملها لأنه شرعيته هو من الكتل السياسية وليس من الشارع العراقي. وهذا الخطأ الذي ارتكبه الشعب العراقي والمتظاهرين عموما أنه أسقطوا الحكومة ولم يسقط البرلمان. لو سقط البرلمان وحل البرلمان لكان استطاعت انه الشعب العراقي تكون كلمته اكبر في تشكيل الحكومه. اليوم المتظاهرين ما عادت لهم الكلمه الفصل في قضيه تسميه الحكومه، والشرعيه هي من الكتل السياسيه، فالقضيه معقده جدا وصعب على السيد الكاظمي ان يكمل كابينته. طيب هناك مصادر سياسيه تؤكد ان وزاره الخارجيه ستقرر فتح علاقات العراق نحو الخليج العربي في ظل طبعا الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق، هل تعتقد أن وزير الخارجية إن جاء وهو من الكتل الموالية لإيران يمكن أن يفتح الباب أمام هذه العلاقات؟ شوف يا سيدي، حتى لو جاء من الكتل السنية نفسها لا يستطيع أن يفتح علاقة مع الخارج مع دول الخليج، المشكلة أنه في السياسات وليس في الأشخاص. العراق تبنى سياسة الولاء لإيران ومعاداة للمنطقة العربية عموما، هذه السياسات اصبحت نهجا سياسيا ايا كان الوزير، فكيف اذا كان من الولائيين او منهم قريبين الى ايران؟ اليوم انت لا يمكن تتعامل مع دول على اساس انه عندك ازمه اقتصاديه، الدول ليست هي بنوك حتى تعطيك الاموال لتسد حاجتك الاقتصاديه. العلاقات الخارجيه علاقات مصالح متبادله، كيف تهدد هذه الدول وتبني تبني علاقات خارجيه معها متوازنه؟ لا يمكن. كيف لإيران لها الهيمنة على القرار العراقي وتريد أن تبني علاقات ودية مع الدول الخليج والدول العربية وهي أيضا لها خصومة معهم وتسيطر على كثير من العواصم العربية؟ اليوم على العراق إما أن يكون ضمن المحور الإيراني أو يكون ضمن المحور العربي عموما وجزء أساسي من الجامعة العربية لكي يكون ضمن سياسات عربية موحدة لمشروع عربي لمواجهة التحديات، وهذا مستبعد جدا.
طيب في سؤالي الأخير لكم أستاذ حسين، كيف ترى رضا الشارع العراقي عن تشكيلة الحكومة وعن العملية السياسية برمتها؟ وهنا أخص أيضا بسؤال آخر، أنه أليس غريبا أن نرى صراعا بهذا الشكل على حكومة مؤقتة فقط هي وظيفتها نقل العراق إلى مرحلة سياسية جديدة؟ هذا دليل غياب المنهج الوطني والمشروع الوطني للعراق. اليوم الشعب العراقي، أنا قلت لك لاحظ، غير مهتم بالكابينة الوزارية. هذا معناه أنه هو متجاهلا لجميع العملية السياسية برمتها، لأن مطلب الشعب العراقي هو تغيير العملية السياسية وليس تغيير وزراء. ما الفرق بين الوزير السني والوزير الشيعي والوزير الكردي والوزير الفلاني؟ أليس جميع متهمين بالفساد؟ لا. أليس جميع متهمين بسلب المال العام؟ لا. أليس جميعهم متهمين بسرقة المال العام؟ أقصد هكذا. إذا جميع ما لم يأتوا من خلال انتخابات مزورة، فالشعب العراقي اليوم ما عاد يهتم لهذه للكابينة الوزارية وحتى لجميع وزراء الحكومة، لأن مطلبه هو تغيير العملية السياسية وتصحيح نهجها خدمة للشارع العراقي وللشعب العراقي. وما لم يكن هناك حكومة وطنية يتبناها رجال وطنيين ضمن مشروع وطني تعتمد مبدأ المواطنة في إدارة الدولة، لن تكون هناك حكومة مقبولة من قبل الشارع العراقي. الشارع العراقي يريد وطن. نعم. أستاذ حسين السبعاوي كنت معنا عبر الهاتف، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.